أهلا وسهلا بكم في القناة، أهلا بكم مشاهديها الكرام، مرحبا بالزائرين والزائرات في ربوع العالم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. مرحبا بالجميع في قناة غشاء الشاف لطيفة، مرحبا بالناس اللي التحقوا بنا مؤخرا. اليوم بحول الله كيف تشوفوا معايا موعدنا مع كيك عائلي رائع وزان وتشهي بزخرفة ولا أروع، يليق لوجبة الفطور ووجبة اللمجة، ونديه في يدينا زيارة الحباب. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقة تحضير هذا الكيك العائلي. لهذه الوصفة بحاجتي 4 البيضات، نتأكد من الطروة تاعهم. خبيصة الملحة، واحد الحق تاع الياغورت من فئة 110 غرام، أنا خديته طبيعي، يمكن لكم تاخدوه بأي نكهة بغيتو. غادي نعزلو هنا جانبا لان القياسات كلهم غناخذهم بحك الياغورت. كاس الاول السكر تاع الياغورت، والنصف الثاني. لي تبغي الكيك حلو دير جوج كيسات، ونطرب البيض مزيان. نزيد الحك تاع الياغورت اللي عزلت في هذه السليفة، نزيد نعبر كاس تاع الحليب، كاس الياغورت، كاس تاع الزيت، دائما كاس الياغورت، جوج معالق كبار تاع الفاني السائلة، يمكن لكم تعوضوها بالفاني العادية. نخلطوا شويه هاد المقادير باش تزانس. أربعة كيسان ونص تاع طحين الابيض الخاص بالحلويات، ندخلوا الاربعه الاولين وندمجوهم في الخليط. والنص الاخير، دابا درنا 4.5، نزيدوهم مع جوج باكيات الخميره من فئه 8 غرام، اذا 16 غرام. نزيدو معلقه كبيره تاع الخل الابيض، يعتبر بمثابه محسن الحلويات. نخلطو مزيان، الفران راني شاعلاه على 170 غير من التحت. هذا هو قوام خليط الكيك اللي درناه اليوم، نسم بالفاني واحد الخلاط. حنا واحد الباكية تاع البسكوي، اي بسكوي عندكم، مع واحد الباكية تاع كاكاو. ندهنو واحد المول بالزبدة ورشو بالطحين ونحيدو فائض الطحين. نديرو تولت تاع خليط الكيك، هذا الخليط غنقسموه على ثلاثة. نغطيو خليط الكيك بالنص تاع خليط البسكوي اللي طحناه مع الكاكاو، بحيث نغطيوها كاملة. نزيدو جزء آخر من خليط الكيك، نغطيو به طبقة تاع البسكوي، نزيدو طبقة أخرى تاع البسكوي والكاكاو.
ونغطيه بما تبقى لنا من خليط الكيك. نحط المول على واحد المقلاة تكون شوية غليظة باش يكون توزيع الحرارة متساوي، وندخلو يطيب في فران سخون على 170 مشعول غير من التحت تقريبا 45 دقيقة، والكيك راه تيطيب من تندخلو فيه سي سكين وتيخرج لينا ناشف. هانتوما البنات الكيك من تيطيب تيجي على هاد الشكل. ونخليه فوق الشبيكة حتى يبرد عاد نقطعوه. هكذا البنات بعد ما تيبرد الكيك تاعنا تنوصلو لهاد النتيجة الرائعة، كيك عائلي ولا أروع في المذاق تاعو، بزخرفة وغزالة وتتشهي. هانتوما البنات كيك عائلي غزال تتشهي بالفاني، درناه اليوم بنسمة الفاني وزيناه بزخرفة اللي درنا من البسكوي والكاكاو. هاي اللي عجبتكم البنات الوصفة جربوها، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات، بارتاجي الوصفة مع الأحباب باش تعمل فائدة. اللي تيرغب في وصفات بالروبو ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناة لطيفة ثيرموميكس، نتقاسم معكم فيها عدة وصفات بالروبو ثيرموميكس. حاول الراحة وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله. Bye.